بلا شك عملية استلام فوق الشرق الأوسط تدهورت وأصبحت في طريق مسدود، وهذه المرة ليس كما سبق، وإنما هناك ما مؤشرات خطرة، منها اندلاع العنف في الأراضي العربية المحتلة من خلال الاستردادات الإسرائيلية من بنائها لكنيسة الخراب، ومحاولة الاستيطان في القدس والتهويد، وكل هذه التصريحات التي صرح بها الإسرائيليين هي مزيدا من الزيت على النار.